نشتغل كيفكم. رانا بفكري ومش 8 ساعات فقط ومش حتى 16 وتوا 35 سنة في هالمرمى هذه. ونشتغل ومش بعد اللي نعدي المدة متاعي نروح لبيتي ولا الفرشة ونرقد ونتهنى وعندي قد دار اللي خلات بيع اللفت. لا باقي مسؤول على هالأمة هذه. ونبدأ خايف لا نغلطها لا نغلط أنا. هي تأخذ كلامي لكن يلزمني أن نحتاط زاد ما نرشدها كان للشيء الصالح. ويلزمني نوزن ونقيس ليل مع نهار لأن الغلطة بجمل. وقت اللي نرمي أمه في المحذور ما عادش نجم نرجع. والتاريخ ما يرحمش السياسي وقت اللي يغلط ويغلط أمه ويرميها في الذل والمهانة. قال شو قال؟ غلط في الحساب بحيث تلقاني نخدم وديما يدي على قلبي ويقول يا ستار استر هاني عملت الحساب متاعي ليلا نهارا وان شاء الله ما ثم كان الخير. ان شاء الله نلقى ما ثم كان الخير. بحيث هذا السبب علاش حبيت نشارك الشعب هالفرحة هذه. فرحة هالوحدة القومية، فرحة هالوجوه النيرة، هالقلوب الصافية، هالقلوب الملتفة حول بعضها، فرحة هالانقلاب العظيم في نظرة كل تونسي لأخيه التونسي وفي نظرة كل تونسي للدولة التونسية. بل ومعلاش الوحدة القومية في البلدان الأخرى يعتبروها كيف لا مناورة بتاع شيطنة باش يستثمروا الخدام. ما عندناش كل يحب يستثمر الخدام وفاء ولا سيما بعد الاصلاحات هذه الاصلاحات الاوضاع اصلاح الاوضاع الكل ما عاش حد ثم يستثمر حتى الخدام ابدا. لكن كل حد قائم بعمل مسؤول عن العمل متاعه يشتغل يعيش من هيك الشغل متاعه والحساب في آخر السنة باش نتيجة هالعمل هذايا والثمرة متاع العمل هذايا يقع اقتسامها تتقسم بالعدل والإنصاف. أن هالجو هذا الأخوي هذا مش مبنية على كون كنا أبناء وطن واحد دين واحد لغة واحدة مصير واحد. هدايا اللي خلقناه في أفراد الشعب من 35 سنة حبينا روح التضامن هدايا يستنجوا الفرد من العمل متاعه من الشغل متاعه. يستنج الفرد وقت اللي يشوفه عنه هو ما ينجم يصور خبزته إلا بالتعاون مع غيره. هك المعمل أو الحقل أو المزرعة ما تعطي نتيجتها وما تعطي نتيجة طيبة اللي وقت اللي يتعاون أكل يضرب بالبالة والمهندس والمسير واللي عنده الأرض واللي عنده البقر واللي يحلب بحيث كيف يخمم الإنسان ويمع النظر يلقى الناس مجعولين للتعاون مش للتناحر وما ينجموا ينجوا ويكونوا خيرات وتتحصل حالتهم إلا بالعمل مع بعضهم بالعمل الجماعي.